تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. سيداتي سادتي، نتكلم مرة أخرى بعد إذنكم عن ما يسمى بصكوك الغفران، كما تورده أو بخلاف ما تورده كتب التاريخ المدرسي، إذ لنا اتصالات مع وزارات التربية والتعليم المختلفة في هذا الشأن. أولاً لا يوجد، أولاً كلمة غفران، أريد أن أقول أن الموضوع لا يهم فقط الكنيسة الكاثوليكية يعني اللاتينية، يهمنا نحن المسيحيين بشكل عام وكل الآخرين الذين يريدون الحقيقة بشكل خصوصي أو بشكل عام وبشكل خصوصي، لأن ما يقال في كتب التاريخ موجه لكل الطلاب ومطلوب من كل المعلمين. ثانيا، الحركات، حركات الاحتجاج التي تسمى حركات الإصلاح، فعلا كانت احتجاجا على الكنيسة الكاثوليكية، ولكنها أيضا تخالف وتحتج وتنتقد تعاليم وتقاليد في الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة أيضا. إذن أضحت أنه عندنا حركات الاحتجاج تمس أيضا الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة. الآن ما يسمى بغفران، غفران هذا ترجمة غلط، يعني تعريب غير موفق للكلمة اللاتينية indulgencia، indulgence في الإنجليزية، ولا تعني مغفرة الخطايا forgiveness remission of sins، بل تعني التكفير عن الخطايا أو لنقولن التعويض عن الخطايا. في أول الكنيسة كانت هناك التوبة خصوصا للخطأ العلنيين، كانت التوبة علنية وكان يعزل الإنسان عن المجتمع وكانت تفرض عليه عقوبات أحيانا مذلة وكان يقبلها بطيب خاطر لكي يعود إلى الله وإلى الكنيسة. ولكن منذ القرن السادس في الغرب بدأوا يصنفون العقوبات حسب بعيدا منكم الجنايات أو الخطايا والآثام من كبائر وصغائر. والباب سنة 1063، إذن كلمة، أولا كلمة غفران ترجمة غلط، كلمة إصلاح مثلا حركات الإصلاح في ألمانيا على يد مارتن لوثر، في سويسرا على يد كالفان، يعني كلمة إصلاح غلط، لأنه الكلمة اللاتينية هي ريفورماتسيو، الكلمة الفرنسية ريفورم، الكلمة الألمانية ريفورماتسيون، فورم يعني إعادة الهيئة ولا تعني التصليح أو الإصلاح. في القرن الحادي عشر الكنيسة الغربية اللاتينية يعني بدأت تحدد أكثر معالم كيف يجب على المؤمنين أن يعوضوا عن خطاياهم المغفورة، المغفورة بالتوبة، المغفورة عن طريق سر الاعتراف، لأنه لا يغفر الخطايا إلا التوبة النصوح، لا علاقة بأي دفع ولا أي مبلغ من المال. في عهد البابا ألكسندر الثاني سنة 1063 وعهد البابا أوربانوس الثاني سنة 1095 جرى الكلام عن إندولجنسيا، إندولجنسيا يعني تعويض عن خطايانا، خطايانا خصوصا الخطايا العلنية، وكان يطلب من الإنسان أعمال رحمة، أعمال تقشف. في القرنين الثاني عشر والثالث عشر تطورت الفكرة، فكان مثلا يعطى الغفران، الغفران مش يعني مغفرة الخطايا، يعني كتعويض عن الخطايا المغفورة. ليش يجب أن يعوض الإنسان؟ لأن الله لا يستهزأ به، لا يعني يكفي أن يخطئ الإنسان خصوصا الكبائر وبعد ذلك يقول يا رب ارحمني يا رب سامحني وانتهى الموضوع، يجب أن يعوض الإنسان عن الشر الذي اقترفه. إذن عدة أعمال من البر أو البطولة، مثلا التضحية في سبيل الإيمان، المخاطرة في الحياة في سبيل الإيمان خصوصا أنه كان في حروب وأيضا حروب دينية أحيانا،
كان يعد نوعا من التعويض عن الخطايا المغفورة. سنة 2015 إذن حدد مجمع اللاتراني الرابع كيف تعوض صيغة التعويض عن الخطايا، كذلك 1250 أيضا عن أرواح الموتى. في فبراير 1300 البابا بونيفاتيوس الثامن ينشر يعلن 1300 يعلن سنة اليوبيل. شو يعني سنة اليوبيل؟ إنه هذه سنة يوبيل الفداء، أو يعني 1300 سنة يعني نهاية قرن ميلادي. فبقول بهذه المناسبة بسنة اليوبيل هاي، زي ما كان في سنة اليوبيل عند العبرانيين كل 49 سنة كل سنة 50، إنه في هذه السنة اللي بيزور كذا كنيسة، اللي بيتصدق على الفقراء يعد ذلك له زكاة أو تعويضا عن الخطايا. في القرن الخامس عشر أيضا تتطور الفكرة، وخصوصا عندما طلب البابا لاون العاشر تبرعات لأجل استكمال بناء كنيسة القديس بطرس، وعد إنه اللي بيقدم مبالغ، ولكن مش مجرد قدم مصاري تغفر خطاياك، لا، تقديم المبالغ كان على شرط إنه الإنسان يكون معترف بخطاياه، إنه الإنسان يكون زار سبع كنائس، إنه الإنسان يكون متصدق على الفقراء، وبعدين بتوبة نصوح وبتواضع بيطلب من ربنا إنه يعد له هاي المبالغ أيضا طبعا كزكاة يزكي فيها أمواله. وكان يعطى صك، مش صك غفران، لأنه فيش إشي اسمه غفران أصلا، صك يعني إنه وصل على أساس إنه فلان الناس تبرع بالمبلغ الفلاني لضبط الحسابات. ربما أيضا كان في تجاوزات في هذا الموضوع بخلاف ما تقوله كتب التاريخ، ليس مارتن لوثر أول من احتج عليها، بل أولريش زوينغلي السويسري، ثم لم يحتج على مارتن لوثر وقتها للحق التاريخي، لم يحتج على مبدأ الزكاة، خلينا نسميها الزكاة، بل احتج لأنه وكلت تلك المهمة إلى رهبنة الدومينيكان الكاهن يوهان تيتسل، في حين أنه مارتن لوثر كان ينتمي إلى رهبنة القديس أغسطينوس، فاحتج في 31 أكتوبر 1517. طبعاً في 9 نوفمبر 1518 يعني بعدها بسنة، طبعاً اعترف البابا لاون العاشر بالتجاوزات وأدانها، لأنه يعني في ناس كانوا يزيدوها، ولكن في مجمع التريدنتيني الذي كان يود البابا لاون العاشر أن يعقده مباشرة، ولكن صار في معارضات من أمراء، من يعني دخلت أمور سياسية لصالح رجال الاحتجاج ضد الكنيسة، فأخر انعقاد المجمع التريدنتيني في مدينة ترينتو في شمال إيطاليا. وفي الرابع من ديسمبر سنة 1563 في المجمع التريدنتيني في الجلسة 25 كتب القرار عن ما يسمى بالغفرانات الاندولجنسية، ولكن مع قطع أي علاقة بينها وبين التبرع بالمال. يعني يعد تعويض عن خطاياك أي عمل أنت بتقوم فيه بينك وبين ربك. ومنعت الفاتيكان الكرسي الرسولي، روما الكنيسة الكاثوليكية منعت إنه الإنسان يتبرع بمصاري ويكون هذا الموضوع إنه داخل في تعويض عن الخطايا. وفعلا من سنة 1564 إلى 69 اتضحت أكثر فأكثر هذه الصورة، حتى وصلنا إلى أن الكنيسة حرمت، بالعربي الكنيسة الكاثوليكية حرمت كل من كان يتاجر بذريعة الغفرانات. وشكرا لمتابعتي.